تحية طيبة مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا، وإلى عناوينها. محافظ حضرموت يدشن توزيع 5 قوارب صيد كبيرة، ويشرف على أكبر حملة نظافة بحضرموت. شركة النفط بساحل حضرموت تقر زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية بعد أزمة خانقة. هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية تنفي الشائعات حول تهريب الذهب عبر موانئ سرية في حضرموت.